صح. فكرة أكل الإزاز بقى جاتلك إزاي؟ بصي، هو نفس موضوع اللحمة، بس في حاجة يعني مختلفة شوية، اللي هو ان انا ايه بشوف فيديوهات كتير، يعني ببقى مستمتعة قوي وانا بتفرج، فقلت ليه ما يبقاش في ست بتاكل ازاز زيها زي راجل. انا شفت رجالة كتير، فمش هقولك ميول، بس حبيت ان انا اكل الازاز وانا قاعدة. ابتديت باللمبة النايلون، فقعدت ارقش فيها كده، لان انا مش عاجبني الشيبسي بصراحه، عايزه حاجات ارقش اكتر. فابتديت بيها وكلتها، وكلت البودره البيضه اللي جواها اللي هو الزئبق الابيض، كلتها عادي جدا، وبقيت ابلع بميه وانا قاعده. طب احنا جايبين لك غدا، يعني جايبين لك حاجه صغيره. فعلا انا جايبه، يعني انا شفت اللمبه، بس طبعا حبينا نكسرها بره. انا هبتدي اكل معاكم الازاز. انا مش قادره باكل كده مع نفسي كتسليه. مش هقول بقى لب شيبسي، لا، تسليه وانا تسالي مش وجبه. البودره البيضة دي اللي انا بنزلها من اللمبه دي اخطر انواع السموم. طبعا انا مستغرب عشان كده. لا انا بحب اكلها. لا كلتها مع الازاز طول ما انا قاعده في البيت بعمل كده. طب اقوم انا امشي بقى عشان كده صعب. لا يبقى في استمتاع برضو، يعني حاجه كده. يعني ما كنتيش بتقلقي مثلا وانت بتعملي كده ان يحصل حاجه؟ يعني اكيد برضو اول مره جيتي تجربيها مش سهله، يعني مش سهله ان انا اقوم امسك دلوقتي لمبه اكلها، هخاف مثلا اتعور حتى. هي مش تجربه، عشان كده حضرتك بتقولي اخاف اخد لمبه اجربها، مش تجربه، بس هي حاجه كده من عند ربنا. وطبعا انا ما اكذبش عليكي، انا خفت على نفسي وبقيت مذهوله ومصدومه، فروحت للدكتوره وسالتها، قالت لي لا دي حاجه من عند ربنا، دي حاجه كويسه. حلو. طب انا دلوقتي الكنترول عمال يسالني طعمه ايه الازاز، يعني ده جميل مملح مثلا، يعني ده كده كمان ما فيش هنا غسل مواعين، استنى يعني ممكن اشرب في كوبايه واكلها بعدها. اي كوبايه تكسر بشيلها. طب يعني احنا عايزين نعلم الستات بقى كلهم، يعني نوصلهم كلهم. لا بجد. طب بالنسبه لجوز حضرتك، يعني عادي وحابب تاكلي ازاز كده؟ هو انا مطلقه، بس هو ما كانش عارف بده كله، يعني انا اكتشفت ده بعد ما انفصل. اصلا هو عارف اكيد طبعا، بس هو مذهول مصدوم، يعني ازاي دي اللي كانت قاعده معايا في البيت. بس هو انا سمعت حضرتك انفصلتي عشان ضربتي جوزك، صح؟ لا لا لا، انا مش حكايه انفصلت عشان ضربته. هو حصل موقف ما بيني وما بينه قبل الانفصال بسنه. كان دايما في زعيق، في خلافات، فانا اتفاجئت ان انا بزق كده، بزقه ببعده عني، فمره واحده ما شفتوش قدامي، لقيته واقع على الارض. فازاي ده اللي كان معايا؟ برضو انا برضو بقيت مذهوله، يعني اصطدمت خالص. زي فيلم تاج بتاع تامر حسني كده. لا انا شايف، انا كابتن اشرف عاوز يقول حاجه. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. انا خايف على فكره. هم السيدات على فكره اقوياء جدا والله. لحد سن البلوغ هتلاقي الطفل البنت مثلا اقوى من الولد. من الولد بكتير جدا. في التمارين بقى مع حضرتك، يعني انت بتدرب مصارعه، قلت البنات بتدربهم ازاي؟ يعني ممكن برضو البنت لسه جايه في الاول خبطه من حضرتك، بنت تضيع خالص. لا لا، البنات عندي انا، ان انت دخلي مصارعه في مصر صعبه جدا، كان كباتن كتير جدا بتحدوا ان انا ازاي اعمل فريق نسائي. وطبعا عايز اقول لك انا كنت بتعب جدا وبشوف معاناه كبيره جدا مع البنات، لكن الفكره مش في ان هم ما يقدروش، لا، الفكره في اديهم الثقه في نفسها، زي الكابتن كده خدت ثقه في نفسها. أيوة. قدرت تعمل اللي هي عايزاه. ان انا ادي البنت ان هي تاخد الثقه ان هي تطير فوق ال 2 متر مثلا، جسمها كلها تعمل دروب كيك، انها تاخد كلوز لاين، ان هي تشيل زميلتها سوبليكس، الموضوع ده كان صعب جدا انها تضرب. فالبنات اللي بتيجي صعب عليها. خدت حوالي سنه مع اول بنتين، واحده اسمها رودي و ولا. بعد كده في اول سنتين السنه دي ابتدى البنات يخشوا، بدا القدام يدي حافز الجديد، بدا الموضوع كويس جدا معايا. دلوقتي انا كان معايا واحده عندها 50 سنه دكتوره، كانت بتلعب،
ابنها بيجي وجوزها بيجي وبيشجعوها. اه والله.